بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور الأستاذ المساعد الدكتور حمود ميدي صالح، قسم وقاية نبات، كلية الزراعة، جامعة الأنبار. محاضرة اليوم هي المكافحة الحيوية للحشرات. إن مصير جميع الكائنات الحية الموت، ولكن الموت المبكر يأتي بعدة صور ولعدة أسباب تعرف بعوامل الفناء. وتقسم عوامل الفناء إلى قسمين أساسيين. أولا، عوامل الفناء غير الحية تشمل الظروف الجوية مثل الصقيع والحرارة والمطر الغزير المسبب للضرر والاختناق والكوارث الطبيعية الأخرى. اثنين، عوامل الفناء الحية مثل الافتراس والتطفل والأمراض والضعف والموت الناتج عن التنافس على الغذاء والمكان. تعتبر دراسة أثر عوامل الفناء بأنواعها على تعداد الآفة من الدراسات الأساسية لمعرفة ديناميكية أعداد هذه الآفة، ليتسنى وضع برامج مناسبة وفعالة لمراقبة تطورها ومن ثم مكافحتها عندما تتجاوز عتبات الضرر الاقتصادي. وفي البيئة الطبيعية تقتل أفراد الآفة بواسطة أفراد أخرى تعرف بالأعداء الطبيعية أو الكائنات النافعة، وهي أحدى عوامل الموت والفناء للآفات الضارة. تقسم عناصر الفناء الطبيعية الأحيائية لعدة أقسام، منها أولا المفترسات، وهي كائنات حية تفترس كائنات حية أخرى وتتغذى عليها. المتطفلات، وهي كائنات حية تعيش في أو على كائن حي آخر وتقتله، بينما يكمل المتطفل دورة حياته على العائل ويتغذى عليه. ثلاثة، مسببات الأمراض أو نسميها الممرضات، هي كائنات حية من الأحياء الدقيقة التي تهاجم وتغزو الكائنات الحية الأخرى وتسبب الأمراض المختلفة لها وتفتك بها. مثال على ذلك الفطريات، البكتيريا، الفيروسات، النيماتودة، أو تنافس أمراض النبات على الحيز الموجود فيه أو المصادر الغذائية التي تحتاجها على سطح النبات. أربعة، الحشرات، أكلات الأعشاب الضارة، هي الحشرات التي تهاجم الأعشاب الضارة وتتغذى عليها، مسبب الحد من تكاثرها وإبقائها ضمن العتبة المقبولة. تعرف المكافأة الحيوية، تعرف المكافأة الحيوية من وجهة نظر بيئية، هي طريقة للمحافظة على كثافة المجتمع لكائن حي بواسطة المفترسات أو الطفيليات أو الكائنات الحية الدقيقة الممرضة، بحيث تصبح هذه الكثافة أقل مما لو كانت في غياب هذه الكائنات. وهناك أحدث تعريف للمكافأة الحيوية، هي عبارة عن استخدام الكائنات الحية أو منتجاتها لمنع أو تخفيف الخسائر أو الأضرار الناتجة عن الآفات. هنا لا بد من التأكيد على أن المكافحة الحيوية لا تهدف إلى القضاء الكامل على الآفة، بل تهدف إلى خفض أعدادها لدرجة من التوازن الطبيعي تصبح فيه الآفة غير ضارة اقتصاديا رغم وجودها على المحصول. مميزات المكافحة الحيوية: أولا، طريقة اقتصادية في مكافحة الآفات إذا حسب على المدى البعيد. ثانيا، تزداد فعاليتها مع مرور الزمن بعكس المكافحة التقليدية بالمواد الكيميائية، وخاصة في النباتات المعمرة كالأشجار والغابات. ثلاثة، تنتشر الأعداء الطبيعية من مكان إطلاقها إلى مسافات بعيدة لتغطي مساحات شاسعة، بحيث أن الفائدة تعم المنطقة كلها التي استخدمت فيها المكافحة الحيوية. أربعة، آمنة بيئيا وصحيا على الإنسان أو الحيوان أو البيئة. خامسا، يمكن خلطها مع المبيدات الكيميائية دون أن تتأثر في كثير من الأحيان. ستة، ظهور المقاومة لدى الآفة تجاه المسببات الممرضة قليل. تعريف العدو الحيوي: شنو العدو الحيوي؟ هو كائن حي
مفترس أو متطفل على كائن حي آخر، فينتج عنه موت أو منع تكاثر أو إبعاد الأخير عن عائلة المضيف ووقف أضراره. صفات العدو الحيوي: يجب أن يتمتع العدو الحيوي الطبيعي ذو الكثافة الكفاءة العالية بالصفات التالية: أولا، أن يتفوق على عائله عدديا من ناحية خصوبة العالية، دورة حياته قصيرة، نسبة الإناث في المجتمع الحشري عالية. اثنين، أن يكون متأقلما مع الظروف المناخية في المنطقة التي يراد استعماله فيها، لذلك يفضل دوما العدو الحيوي المحلي عن المستورد أو المدخل. النقطة الأخرى، أن يكون خاليا من الأعداء الطبيعية الأخرى عليهم، وهذا شرط أساسي عند إدخال العدو الحيوي من بلد لآخر. النقطة الأخرى، أن يكون متخصصا وهنا نضمن فعاليته بشكل جيد، ولكن من الصعوبة في كثير من الأحيان لا يمكن ضمان استمرار بقائه إذا كان شديد التخصص. تعريف الافتراس هو مهاجمة كائن حي المفترس لكائن حي آخر الفريسة والتهامه جزئيا أو كليا، تاركا إياه ميتا أو مشرفا على الموت. من أهم المفترسات في البيئة حشرات أبو العيد السبع نقط وأسد المن وأنواع من البق المفترس ومفترس البق الدقيقي وغيرها. التطفل هو مهاجمة كائن حي لكائن حي آخر في أحد أطواره واعتماده عليه في عدائه وتطوره مسببا له الموت في النهاية. من أهم المتطفلات في الجانب التطبيقي متطفلات البيت ترايكوغراما، وهي هامة جدا على بيت حشرات حرشفيات الأجنحة مثل ديدان الجوز على القطن، ودود ثمار التفاح ودود ثمار العنب وغيرها. أنواع التطفل حسب طور العائل: التطفل على البيض: تضع أنثى الطفيل بيضها داخل بيض العائل، ومثال على ذلك ترايكوغراما يتطفل على بيض حرشفيات الأجنحة، والمتطفل تريسكوكوس على بيض السونة. التطفل على اليرقة: تضع الأنثى المتطفل بيضها على جسم اليرقة فيفقس ويتغذى على يرقة العائل، مثل التطفل ترايكوغراما على يرقات دودة ثمار التفاح، والمتطفل براكون على يرقات دودة القطن. التطفل على العذراء: مثل تطفل الإفيالاتيس على عذارة دودة ثمار التفاح، وتطفل ذباب التاكينيا على عذارة جادوب العذر. التطفل على الطوار الكاملة: مثل تطفل ذبابة الفازية على الحشرة الكاملة للسون. الفطريات الممرضة للحشرات: الفطريات الممرضة للحشرات هي أكثر مسببات أمراض الحشرات انتشارا وأسهلها تمييزا، حيث يوجد نحو 50 فطر يهاجم الحشرات، وبعضها تسبب أمراضا خطيرة، ومن هذه الفطريات مثل هازيام وبيوفيريا. مميزات الفطريات الممرضة للحشرات: أغلب الحشرات يمكن أن تهاجم بفطر أو آخر، وتشكل الفطريات عناصر المكافحة الميكروبية الأكثر فعالية. اثنين، تهاجم الفطريات جميع أطوار نمو عوائلها، لذلك يمكن تطبيقها على أي طور مناسب لبعض الفطريات، المدى واسع جدا من العوائل الحشرية كما هو الحال مع الفطر بيوفيريا. النقطة الأخرى، ليس للفطريات الممرضة للحشرات تأثير على صحة الإنسان أو الفقريات الأخرى. النقطة الأخرى، تسبب الفطريات موت سريع لعوائلها. النقطة الأخرى، تتوافق الفطريات مع المبيدات الحشرية، وفي بعض الحالات تزيد من تأثيرها.
البكتيريا أهمها البكتيريا الحشرية باسيلوس ثيروجينسيس، وتتميز بما يلي: أولاً أهم العوامل المضرة للحشرات وأكثره شيوعاً واستخدام في المجال التطبيقي. 2 عامة حيث تصيب مجموعة كبيرة من حشرات حرشفيات الأجنحة. النقطة الأخرى سهلة التربية والإكثار. النقطة الأخرى آمنة بيئياً وغير ضارة للإنسان أو الحيوان أو النبات. الفيروسات من مسببات أمراض الحشرات الممتازة والمستخدمة تجارياً على نطاق واسع. توجد 6 مجموعات من الفيروسات في الطبيعة، 3 منهم فقط متميزة وتعتبر غير قادرة على إصابة الإنسان، وبالتالي فهي آمنة. النيماتودة الممرضة للحشرات. تعتبر النيماتودة الممرضة للحشرات من العوامل الحيوية المهمة في مكافحة الحشرات، ومن أهم الأنواع المستخدمة في المكافحة الحيوية هما نيماتودا ستينوليما وهيتيرو رهبس. مميزات النيماتودا الممرضة للحشرات: أولاً ممرضات إجبارية التطفل في الطبيعة. 2 تقضي على عوائلها في وقت قصير. 3 إمكانية إنتاجها على نطاق تجاري بواسطة عدد من الشركات العالمية. 4 تعيش تكافلياً مع بكتيريا تزيد من كفاءتها الأمراضية. 5 قدرتها الجيدة على التكيف والبقاء في الحقل. طرق وأساليب المكافحة الحيوية. من طرق وأساليب المكافحة الحيوية أولاً طريقة الإدخال. تعتمد هذه الطريقة على إدخال الأعداء الحيوية الطبيعية من مناطق ثانية واستيطانها في البيئة المراد مكافحة الآفة بها، وتعتبر هذه الطريقة من أنجح الطرق في حالة ما إذا كانت الآفة نفسها قد أتت من خارج المنطقة واستوطنت بيئتنا الزراعية، وتدعى هذه الطريقة أيضا بالطريقة التقليدية. مثال على ذلك المكافحة الحيوية لحشرة البق الدقيق الأسترالي في الولايات المتحدة بواسطة إدخال العدو الحيوي من أستراليا. الطريقة الثانية طريقة الإكثار، وهذه الطريقة تتلخص في إكثار العدو الطبيعي بأعداد هائلة وإطلاقه أو رشه في المحصول وتكرار ذلك حتى يتسبب في خفض أعداد الآفة. مثال على ذلك تربية طفيل ترايكوغراما ونشره في حقول القطن لمكافحة حشرة دودة اللوز الأمريكية. الطريقة الثالثة طريقة الحماية والتنمية، وتعتمد هذه الطريقة على حماية وتنمية قدرات وفعاليات الأعداء الطبيعية المحلية، وذلك بتغيير بعض العمليات الزراعية أو التركيبية المحصولية أو الدورة الزراعية، وباستخدام مبيدات اختيارية عند الضرورة، وبذلك تنمو أعداد هذه الأعداء الطبيعية المحلية وتحدث أثرا اقتصاديا في مقاومة الآفة المعنية بشكل قد عجزت عنه من قبل رغم تواجدها، وذلك بسبب عدم ملائمة الظروف البيئية. إطلاق عوامل المكافحة الحيوية في البيئة الزراعية. يتضمن إطلاق عوامل المكافحة الحيوية في البيئة الزراعية طريقتين: أولاً طريقة إطراق يقرق المنطقة بالكثافات العالية من المتطفلات أو المفترسات لتخفيض الآفة خلال فترة قصيرة الأمد، ويكون العدو الحيوي هو المسؤول مباشرة عن مكافحة الآفة وليس أجياله المتعاقبة. من أهم الأمثلة على ذلك أطلاق متطفلات البيت مثل ترايكوغراما والأحياء الدقيقة مثل الفيروسات والبكتيريا لمكافحة الحشرات. 2 أطلاق تطعيمي، يتم الإطلاق على فترات زمنية لمساعدة العدو الحيوي الطبيعي يستوطن
وينتشر ويعطي فعالية جيدة في الحقل، وتكون المكافأة في هذه الحالة مستمرة عن طريق أجيال العدو الحيوي المتعاقبة في الحقل. أمثلة على المكافأة الحيوية، هذه الصور توضح أحدى متطفلات المن ويرقة أسد المن تفترس يرقة من حشوفية الأجنحة. يرقة المتطفل من عائلة براكولونيا على يرقة من حشوفية الأجنحة، وتكون واضحة جدا عملية التطفل. وهنا حورية البق كبير العيون تفترس حشرة أخرى. هذه الصورة يرقات المتطفل تنبث من العائل متطفلات جماعية، وشو نلاحظ أن اليرقات المتطفل شلون تطلع من يرقة العائل. هنا متطفلات في حالة مهاجمة الحشرات القشرية، وهنا يرقة دودة اللهانة مصابة بالفيروس النووي، ونلاحظ الأعراض اللي تظهر على اليرقة المريض واليرقة السليمة. هذه خنفساء، يرقة الخنفساء البرغوثية مصابة بالنيماتودة الممرضة، ونلاحظ النيماتودة الممرضة خارجة من يرقة الخنفساء البرغوثية. هذه أعراض الإصابة بالبكتيريا الممرضة غير المكون السبورات، الأعلى تكون سليمة والسفلى ذات لون حليبي مصابة بالبكتيريا. هذه أعراض الإصابة بالفطر بيوفيريا، الأولى يرقى أحد الحشرات مصاب بالفطر بيوفيريا اللون الأبيض، والثاني ذاكره من مصاب بالفطر اليوفيريا. هنا بق الأزهار المفترس الأنثى، هنا العيد يرقات وبرقات دعاسيق له 7 نقط تتغذى على المن. شكرا لحسن إصغائكم.